العقل يعطي أوامر لكل أعضاء الجسم بالتوقف عن العمل استجابة للخيال المتقن، كما يستجيب كذلك للحقائق التي تراها في حياتك، للحقيقة تماما. إضافة بسيطة، انتبهوا جيدا، انتبهوا لخيالكم، فأعضاؤك كلها تستجيب للصورة التي رسمتها بإتقان مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. انتبه لهذا الحديث العظيم. الرسائل الدماغية سواء كانت إيجابية أو سلبية تحدد نهج حياتنا التي نعيشها، يعني تقنع نفسك أنك مرهق ستكون كذلك أكثر إرهاقا وتعب. حاول أن تعطي عقلك رسائل إيجابية: إنك أقوى بالتحمل، وأنك نشيط، وأنك تقدر أن تتواصل وتواصل يومك بقليل من الراحة، وكذلك تستطيع فعل الأشياء والأشياء. العقل يستجيب للرسائل سواء إيجابية أو سلبية، حتى حين تكتب مثلا أموري صعبة فعلا ستبقى صعبة طول حياتك، صدري ضائق سيكون صدرك كذلك ضائق مدى الحياة أو أطول فترة ممكنة. إذن فلتكون لك رسائل إيجابية، لذلك قيل: تصنعوا السعادة ستأتيكم طواعية. فإن للسعادة مكونات أهمها التهيؤ إلى قدومها عندما تطرق قلوبكم ومسامعكم يدا بيد إلى